محمود وحيد، سعيد جدا بكهربا وعودته النهارده وسرعه دخوله للفريق. ده دليل على ايه بقى؟ عشان نيجي نتكلم برضو على مدى احترافيه النادي الاهلي. مدى احترافيه النادي الاهلي، ما حدث من كهربا لو حصل في اي حته تانيه كان اتذبح، موتوه، خلصوا عليه، مش عارف ايه. لكن هو ليه اللي حصل؟ الراجل خد عقابه زي اي اعلى الانديه في اوروبا واعلى الانديه في العالم. الراجل خد عقابه يا كابتن، عقاب شديد كمان، مليون جنيه يعني اول مره اي تحصل. عقاب بقى، انا ما بتكلمش على لكن خلاص دي كده، وعندنا شغل فني بقى، احنا عندنا مسؤوليه اكبر من العقوبه، وهي ان في بطوله وفي التزام، وانا عايز ادخل اللعيب ده بتاعي في فورمه عشان اخد البطولات وايه ابدا احقق انجازات الموسم كله، فاهم قصدي ازاي؟ فدي نقطه برضو من النقط اللي انا مبسوط وسعيد جدا ان النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي بيرد على الناس اللي بتتكلم وكتير وكهربا وكهربا وكهربا، بيرد عليها بايه؟ بيرد عليها بسيستم الشغل بتاع النادي الاهلي من غير ما نتكلم. يعني انا برضو ايه، ما بحبش الكلام الكتير يا كابتن ايمن. صح. ان احنا نرد بكلام، احنا صح. بنرد بافعال. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا النهارده اللعيب خد عقوبته وبعد كده بيخش مع الفرقه عادي ويؤدي ويشتغل ويتمرن ويقدم، لان كهربا عنده قدرات، عنده قدرات كبيره جدا يقدر يعني